3 جانفي من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للمعاق. الأمم المتحدة دارست هذا اليوم العالمي للمعاق من أجل يعني طرح المشاكل ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. أنفاس بريس تتحط الرحال ديالها في جمعية منبر المعاق للتنمية باش تقترب من بعض ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الجمعية باش نعرفوا المشاكل والمعاناة التي يتخبطون فيها. أنا مريض و ما كنقدرش ندوي مزيان و عندي إعاقة ذهنية، عندي فاس و كنقرا مزيان و الوالدية عندي مزيان شنو المشاكل اللي تعاني منها؟ هي ما كنقدرش نكتب مزيان. المشاكل اللي كنعاني منها كان مثلا تنبغي نكتب يدي كضرني بعض المرات، ومني ملي كنخرج للزنقة ما كيبغي حتى واحد يهضر معايا، كلشي كيتهرب مني. ما هذا واحد الدري صاحبي سميتو فؤاد بوحدو اللي كيبغي يهضر معايا. يعني بالنسبه لك انت يا الناس ما تيبغوش يهضروا معاك في الزنقه، الدراري اللي قدك ما تيبغوش يهضروا معاك في الزنقه. ما كيبغوش يهضروا معايا في الزنقه. شنو نوع الاعاقه اللي تتعاني منها؟ ما تنعرفش نكتب، وما تنعرفش نقرا، وما نعرفش نقطع الشانطي بوحدي. امتى جيتي لهاد الجمعيه هادي؟ جيت لهاد الجمعيه ملي كانش عندي داك 11 عام وكاك. تتحس براسك تتطور شويه؟ بزاف. وليت دابا كنخرج بوحدي وكنقطع الشانطي بوحدي، وليت كنتسخر بوحدي، وليت اي حاجه كنديرها بوحدي. بالنسبة لهذا المشكل اللي كيعانوا منه الأطفال في وضعية إعاقة، يعني ما بقاش غير كنتمنوا أن الحكومة ولا الدولة اللي هي تعاوننا، ولا عندنا المشكل مع الناس اللي هما عاديين. يعني ما بقينش هناك واحد التقبل بين الفرد وبين الشخص في وضعية إعاقة. يعني باقي كنشوفوا ديك صورة الدنيا، باقي كنشوفوا ديك صورة الاستعطاف، يعني ما كنتقبلوهش كفرد كشخص. يعني ما كاينش حد إدماج فعلي ما بين المجتمع. إحنا ما كرهناش أن يتم تنوير ونسلط الضوء على هاد الناس، وما بقاوش يعني نسلطوا عليهم الضوء كأنهم مساكن محتاجين. لا، تهم رقوة، تهم قادرين يعطوا. يعني باش إلا سلطنا عليهم الضوء يعني بطريقة إيجابية، ماشي بطريقة سلبية. لذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من المطالب اللي الآن تتوجد على طاولة الحكومة. أي حكومة تتعاقب على تسيير الشأن العام تلقى قدامها مجموعة من الملفات المعلقة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى تدخل فوري من طرف الحكومة وأيضا من طرف المنتخبين على صعيد مدينة الدار البيضاء. كنشوفوا غياب الاحزاب السياسيه في هذا الميدان. يعني ما كاينش واحد الاحساس به بهذ الاطفال ولا بالاشخاص بصفه عامه في وضعيه اعاقه. يعني تعودنا عليهم يهضروا لنا على الفقر، البطاله، التشغيل، ولكن ما تعودناش عليهم انهم يلمحوا ولا يديروا غير واحد البصمه ديالهم لهاد الاطفال والاشخاص في وضعيه اعاقه. على ذكر هاد الحكومه والاحزاب، مؤخرا وقع مشكل كبير في مدينه الدار البيضاء بسبب التنقل، انهم منعوا هاد الاشخاص يركبوا في طوبيس بالمجان. يعني ما شفنا حتى شي مؤسسات هضروا ولا حزب هضر ولا خد الكلمه ودافع على هاد الناس. يعني هاد الناس بحال كاينين بحال ما كاينينش. اول حاجه حنا كنعرفوا المعاناه ديال هاد الناس. طفل ولا شخص في وضعيه اعاقه ما خدامش، مسكين كيبغي غير يدي بلاصه، يمشي غير مثلا للسبيطار يدير تحاليل، يدير ترويض، وما عندوش الامكانيات. يكفي انه بعدا سبيطار مثلا كاين المجانيه حيت عنده الرميد ولا شهاده ديال الاعاقه كيدوز فابور، ولكن كيفاش هو غادي يمشي مسكين غيمشي لداك باش يتنقل من ديك المكان للمكان، وما عندوش الفلوس باش يخلص، وانت كتوقف عليه ككونترول في الطوبيس وكتحيد ديال الورقه وكتعنفه كهو انسان عادي. اغلب المنتخبين او اغلب المسؤولين عندهم مشكل ديال عدم المعرفه ديالهم بقضايا الاشخاص في وضعيه اعاقه، وبالتالي حنا غنمشيو في الطرح ديال حسن النيه
على اساس ان الناس عندهم حسن نيه ولكن ما عارفينش كيفاش. اذا حنا المشكل اللي عندنا في المغرب هو الرجل المناسب في المكان المناسب. كنلقاو بانه مجموعه من المجالس اللي كتهتم بالاشخاص في وضعيه اعاقه وهي مجالس كتعتبر بالنسبه لنا وسيط مع الدوله ورسميه ومسؤوله، كنلقاوها بان التقارير ديالها تقارير اكاديميه وهي على سبيل الاستئناس ليس الا. بمعنى المشكل في الحياه اليوميه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، من المشكل كاين هناك الولوجيات في المؤسسات والمرافق العموميه ما كايناش، اغلب الاشخاص في وضعيه اعاقه يعني بدون عمل، كذلك مستوى ديال الدراسي الاغلب ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه ما كيستافدوش منه، وخاصة وخا التعليم للجميع، ولكن هناك بطء في التنفيذ. كنعتقد أنه كاين مشكل ديال الفعالية ديال الحل ديال المشاكل في وضعية الإعاقة، وسيما أن المغرب منذ 2008 صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحنا دابا 12 سنة ولا زال الأشخاص في وضعية إعاقة كيعانيو. ومؤخرا شركة ديال النقل مع مجلس المدينة ديال الدار البيضاء تيتحكموا على الأشخاص في وضعية إعاقة، كيطلعوا الحافلات وكيتهجموا عليهم المراقبين ديال الحافلات، وهذا خرق سافر من حقوق الإنسان. لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة مجموعة من المطالب المستعجلة اللي خاص حكومة العثماني تنكب عليها فورا وبدون تأجيل، خاصة أن الناس هادو عانوا كثيرا لعقود طويلة. أجي نشوفوا أهم المطالب تعد الناس هادو. المطالب هي أسهل ما كاين في العالم، احنا كنطالبوا أنه يتم تطبيق واحترام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة اللي صادق عليها المغرب، واللي كتضم مجموعة من الحقوق في التعليم، في التشغيل، في الولوجيات، في التسهيل في التطبيب، في التسهيل ديال المجانية ديال التنقل، وكذلك احترام قانون الإطار 1397. هذا هو يعني الأساسي في المطالب ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك أنه الوسطاء الرسميين ديال الأشخاص في وضعية إعاقة ما يكونوش من الأكاديميين اللي الهدف ديالهم هو التقارير من أجل الاستئناس. كنطالبوا باش يكونوا الناس ديال الميدان اللي عندهم حاملين الهم الأشخاص في وضعية إعاقة، واللي قدوا يمدوا الدولة بحلول واقعية لهذه الشريحة من المجتمع. بالنسبة للمطالب احنا اللي كنلتمسوا من الدولة ومن المجتمع المدني اللي تهو خدام معنا في ميدان الإعاقة، والناس الأحزاب بصفة عامة، أنهم يأخذوا بعين الاعتبار معاناة هذه الفئة. وعندنا عاوتاني مطلب أهم وأساسي، ما كرهناش تكون مجاني التطبيب لهذه الفئة اللي فريمون اللي فعلا كيعانيوا، وأن الوضعية المادية عندهم شوية صعيبة. بالنسبة للولوجيات في المرافق والمؤسسات العمومية، ما كرهناش تشمل جميع الأماكن في المغرب، ماشي زعما نقتصروا غير المدن الكبار، مثلا في الدار البيضاء، الرباط، مراكش، بغينا جميع المناطق أنها توفر على ولوجيات لهاد الأشخاص، حيت هاد الناس راه ما كاينينش غير في المدن الكبار، راه كاينين باغطو في المغرب.